أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الكمبيوتر. إحنا حلقاتنا زي ما قلنا قبل كده هي حلقات منفصلة بعيدة عن بعضيها، يعني كل مرة بنشوف كل مرة بنقول موضوع في الحلقة بتاعتنا. النهاردة هنتكلم إزاي نعمل مونتاج، بس المرة دي المونتاج بتاعنا هيكون على الموبايل. يبقى احنا النهارده الحلقه بتاعتنا هتكون ازاي بنصور الفيديو بتاعنا بالموبايل، وبعدين ازاي بنبتدي ان احنا نعمل عليه اديتنج او نعمل عليه مونتاج. الجزء الثاني من الحلقه ان احنا ازاي بعد ما عملنا مونتاج على البرنامج الموجود على الموبايل محتاجين بعض العناصر الاضافيه، زي مثلا عايزين نضيف بعض التكست، عايزين نغير بعض المزيكا، حاجات لو مش موجوده في الموبايل ازاي ننقل الفيديو بتاعنا اللي كان موجود في الموبايل ننقله على اللابتوب بتاعنا او ننقله على الكمبيوتر بتاعنا. يبقى حلقه النهارده بنتكلم فيها ازاي نمنتج باستخدام الموبايل او التابلت. اخترت لكم من وسط البرامج الكتيره جدا، اخترت لكم ادوب بريمير كليب. ليه قصدت ان انا اختار البرنامج اللي هو اسمه ادوب بريمير كليب؟ عشان هو مرتبط بادوب بريمير اللي موجود على اللابتوب او اللي موجود على الكمبيوتر بتاعنا اللي هو مور ادفانسد او مور بروفيشنال. تعالوا كده نشوف مع بعض احنا ازاي هنبتدي ان احنا نعمل مونتاج. اول خطوه طبعا ان احنا معانا الموبايل بتاعنا مصورين بيه كل الفيديوهات اللي احنا عايزينها او الصور بتاعتنا. يلا نبتدي كده نبص على البروجيكتور بتاعنا. يبقى احنا الحلقه بتاعتنا ازاي ان احنا هنمنتج باستخدام الموبايل او التابلت بتاعنا. نبتدي نبص كده، هنبتدي ان احنا نشوف المرحله الثانيه اللي هنتكلم فيها على الجزء الثاني من الحلقه، ازاي ان احنا طبعا بعد ما عملنا مونتاج بالموبايل هنكمل المونتاج بتاعنا على برنامج ادوب بريمير اللي موجود على الكمبيوتر بتاعنا. نبتدي نبص الستيب نمبر 1. اول خطوه مفروض ان احنا بنعملها ان احنا عندنا الموبايل بتاعنا، انا هعمل زوم طبعا. اول خطوه ان احنا بنعمل حاجه اسمها كابتشر او بنصور الفيديو بتاعنا بالموبايل. كلنا طبعا عندنا الموبايل بتاعنا وبنبتدي نصور الاحداث اللي احنا بنحضرها، بنصور حفله، بنصور المصيف بتاعنا، بنصور حفله احنا عاملينها، يبقى احنا هنستخدم الموبايل بتاعنا في التصوير الفيديو بتاعنا. بعد كده هندخله على برنامج اسمه ادوب كليب. ادوب كليب ده موجود على تابلت او موجود على الموبايل، يعني احنا ممكن نعمل مونتاج للفيديو اللي متصور بالموبايل بسوفت وير اللي موجود على الموبايل. المرحله الثالثه اللي هنتكلم فيها اللي هي ادوب كرييتيف كلاود. كلاود هي مساحه تخزينيه موجوده فوق على الانترنت، فوق موجوده في الهواء او في كلاودز. هبتدي ان انا اخزن الفيديو اللي جاي من ادوب كليب اوديه على الكلاودز، بعد كده ابتدي ان انا اسحبه على ادوب بريمير اللي موجود على اللابتوب، وابتدي ان انا اعمل مور ادفانسد اديتنج على الفيديو بتاعي. يبقى اول حاجه انا اصور الحدث بتاعي بالموبايل. المرحله الاولى انا هعمل مونتاج بادوب كليب. لو انا حابه ادوب كليب خلاص يبقى كده اتس اوكي. لو انا حابه ان انا اكمل، لا ده انا بعمل حاجه مور بروفيشنال زي مثلا التقارير وبعمل اعلانات، يبقى انا هبتدي اخش على ادوب بريمير. تعالوا نبتدي نشوف المرحله الاولى بتاعتنا. اول حاجه هنقول ان احنا ازاي بننزل السوفت ويرز بتاعتنا. احنا بننزل السوفت ويرز بتاعتنا يا اما من بلاي ستور او بننزلهم من الابل ستور. نقيت لكم كميه برامج كتيره جدا، لو بصيتوا كده اكتبوا بس جوه بلاي ستور حاجه اسمها فيديو اديتور او فيديو ميكر، اكتر من 50 ابلكيشن بيعملوا مونتاج للفيديو على الموبايل او التابلت. عندنا فيديو ميكر، عندنا فيديو اديتور، فيديو اديتور، عندنا فيديو سلايد شو، عندنا فوتو اديتور، عندنا كميه برامج كتيره جدا. انا عملت ريكومنديشن لبعض البرامج، موفي ميكر لان احنا معتادين ان احنا نستخدمه طبعا على اللابتوب بتاعنا، عشان كده موفي ميكر ده من السوفت ويرز الكويسه. نبص تاني ايه السوفت ويرز اللي ممكن ابتدي اعمل عليها مونتاج. عندي كميه برامج كتيره جدا، عندي حاجه اسمها يوتيوب كرييتر، عندي فيديو اديتور. الفكره كلها ان احنا عندنا اكتر من برنامج بيعمل مونتاج للفيديو بتاعنا. اكتبوا بس جوه بلاي ستور حاجه اسمها فيديو اديتور، هتلاقي اكتر من سوفت وير هيبتدي ان هو يعمل اديتنج للي احنا عايزينه. طيب نبتدي نختار من وسط السوفت ويرز الكتيره دي. انا اخترت لكم دلوقتي ايه، تعالوا نشوف انا اخترت لكم السوفت ويرز دي. اخترت ان احنا نستخدم ادوب كليب، يبقى حضرتكم هتخشوا على البلاي ستور او الابل ستور هنكتب ادوب كليب. ملاحظين حتى هنا اسمه ادوب كليب مش جنبيه حتى فيديو اديتور او فيديو اديتنج، هو اسمه ادوب كليب. طيب بعد كده ببتدي ان انا اعمله انستول، هو اسمه ادوب بريمير كليب. ابتدي نعمل انستول،
بعد كده هبتدي ان انا اعمل له اوبن شكل البيج الاولى بتاعته بالشكل ده ادوب بريمير كليب. هو ده الشكل البيج او الصفحه الاولى اول ما نبتدي ان احنا نحطه على الموبايل بتاعنا. طيب نبتدي نبص اول خطوه، اول ما بيفتح معانا البيج بتاعت البرنامج هلاقي عندي فوق ايكون مكتوب عليها علامه بلس. العلامة بتاعت البلس دي معناها ان انا هعمل بروجكت جديد، يبقى انا عشان اعمل مونتاج لحاجتي باجي اقول له انا عايز اعمل مشروع جديد، يبقى انا بدوس على الايكون اللي هي بلس. طيب اول ما هدوس على بلس هيبتدي يديني الشكل ده، هيقول لي بلس معناه انا عايز اعمل بروجكت جديد، اجيب الصور بتاعتي منين؟ اون موبايل، يعني هجيب الصور بتاعتي او الفيديو بتاعي اللي بتصور من الموبايل، او الفيديو بتاعي او البيكتشرز بتاعتي موجوده على اللايتنج روم، او الصور بتاعتي والفيديو موجوده على كرييتيف كلاود، او مخزنه الصور على دروب بوكس، او انا لسه هبتدي ان انا اصور فيديو او اخد بيكتشر. يبقى احنا عندنا خمس حاجات ممكن ان احنا نجيب الصور بتاعتنا منها، يا اما مصورينها سابقا فبجيبها من الكاميرا رول، لايتنج روم، كرييتيف كلاود، كلاود معناها السماء اللي موجوده فوق انا مخزنه عليها الداتا بتاعتي، الدروب بوكس حكينا قبل كده عليه ان احنا بنخزن كل البيكتشرز بتاعتنا على الدروب بوكس، او ان انا لسه باخد الصوره حالا او الفيديو بتاعنا. طيب انا دوست على اون الكاميرا رول، اول ما هدوس على اون كاميرا رول ايه اللي هنلاحظه؟ هلاحظ ان انا عندي كميه صور كتيره جدا. هبتدي ابص كده هشوف ايه اللي موجود عندي، اول ما هدوس على كاميرا رول هيبتدي يفتح لي بالشكل ده، يبقى انا دوست on camera roll or on الموبايل هيفتح لي كمية صور كتيرة جدا. ازاي اختار اكتر من صورة؟ بدوس هنا على ايكون اسمها select وابتدي ان انا اعلم على الصور او الفيديوهات اللي انا هبتدي ان انا اعمل لها مونتاج. تحت ببتدي ادوس على add واختار عدد الصور اللي انا عايزاها، يبقى بعمل الصور اللي انا عايزاها وبعدين ببتدي ان ادوس على add. اول ما هدوس على add نرجع بس تحت كده نبص على البرزنتيشن بتاعتنا، وانس ان احنا هندوس على اد ايه الستيب اللي هتكون بعديها؟ الستيب اللي بعديها هتكون فوق مكتوب حاجه اسمها choose project type. حابب ان انت يعمل اوتوماتيك، اوتوماتيك يعني هو هيبتدي ان هو يعمل لي المونتاج للفيديو بتاعي او الصور، يعني هو هيحط لي الصور كلها ورا بعضيها، وهو كمان هيحدد السبيد، وهو كمان هيحط الميوزك بتاعتنا. او الستيب اللي بعديها لا بقول له حاجه اسمها فري فورم، انا اللي عايزه اعمل اديت للحاجه اللي انا عايزاها. يبقى احنا عندنا اختيارين، نمبر 1 اوتوماتيك، نمبر 2 فري فورم. تعال نبتدي كده بنمبر 1 اوتوماتيك اللي هي اسهل حاجه. هندوس على اوتوماتيك هيبتدي هنا هو يقول لي حاجه اسمها كرييتنج فيديو، بيبتدي ان هو يحط الصور كلها والفيديوهات كلها جنب بعضيها، ويبتدي ان هو يحط المزيكا اللي هي الموسيقى التصويريه بتاعتي في الباك جراوند اللي موجوده ورا. الموسيقى التصويريه دي مش عاجباني وعايزه اغيرها، ابتدي تحت ادوس على حاجه اسمها ريبليس ساوند تراك، يبقى ريبليس ساوند تراك هقدر اغير المزيكا اللي هتتلعب في الباك جراوند بتاعتنا. طيب عندي كمان تحت في ثلاث ايكونز موجودين تحت، حبينا نختار من وسط المزيكا يبقى هندوس هنا على علامه الميوزك، يبقى الميوزك اقدر ان انا اختار الاغنيه اللي انا حباها اللي هتكون عندي في الباك جراوند بتاعتنا. نيجي على البيج اللي بعديها، زي ما قلت لكم انا عندي هنا ثلاثه ايكونز موجودين تحت، اول واحده ميوزك، اول ما هدوس على ميوزك هيفتح معانا الصفحه دي بيوريني طبعا كميه ثيمز كتيره جدا او كميه مزيكا كتيره جدا، ببتدي ان انا ادوس على المزيكا اللي انا عايزاها، حتى باينه من علامه البلاي، بلاي يعني اسمع المزيكا قبل ما ابتدي ان انا اختارها. طيب بعد ما اخترنا المزيكا البيج اللي بعديها هتكون ايه؟ بعد ما ابتدي اختار الموسيقى التصويريه بتاعتي عايزه اتحكم في سرعه الكليب، عايزه الكليبات بتاعتي تبقى سريعه او بطيئه، بدوس على ايكون نمبر 2، يبقى العلامه كانت اول واحده الميوزك، نمبر 2 العلامه دي معناها كليب سبيد، بتحكم في السرعه بتاعتي. اتحكم في السرعه ايه البيج اللي هتفتح معاكو؟ هتفتح معاكو بيج بالشكل ده، كل ما حركت الدايره دي السلايدر دي ناحيه اليمين الصور هتبقى سريعه جدا في العرض، كل ما حركت السلايدر ده ناحيه الشمال الصور بتاعتي في العرض هتكون بطيئه. اعرف ازاي انا دايس على ايه؟
تحت هتلاقوا علامة داش. الداش دي معناها انت واقف على ايه، او البيج اللي انت فاتحها بتعمل ايه. يبقى البيج دي او الصفحة دي او الايكون دي هي علامة السرعة بتاعتك، تتحكم في سرعة عرض البيكتشرز بتاعتك او الفيديو بتاعتك. طيب بعد ما اتحكمنا في السرعة بتاعتنا، الايكون رقم 3 اللي موجودة اللي هي حاجة اسمها الرينج كليب. الرينج كليب اللي هي واخدة شكل البوكسز ده، حبيت ان انا ارتب الستوري بورد بتاعتي، حبيت ان انا ارتب الترتيب بتاعت البيكتشرز، قلت له انا عايز احط الصورة دي قبل الصورة دي. طيب بنعمل ايه؟ حاجة اسمها دراج ودروب، بمسك الصورة وانقلها ناحية اليمين او امسك الصورة ناحية الشمال، بيبتدي ان هو يبدل الصور كلها ورا بعضيها وابتدي ان انا اختار الشكل اللي انا عايزاه. طيب جبت صوره وعايزه امسحها، علامه الكروس دي معناها ديليت، امسح الصوره دي او الفيديو دي من المونتاج بتاعنا. يبقى احنا بنعمل الرينج كليب، بنعمل ديليت لو احنا في صوره عايزين نمسحها. طيب لو انا حبيت اضيف فيديو اضافي او اضيف صوره اضافيه، الايكون اللي موجوده تحت اللي هي بلس معناها ضيف صوره او ضيف فيديو. بعد ما اخلص الثلاث حالات اللي هو لو حبيت ارمي حاجه، لو حبيت اعمل الرينج، لو حبيت اعمل اد، اخر خطوه بدوس على دن. بعد ما ادوس على دن هلاحظ بعد كده خلاص بيقول لك انت خلصت الفيديو بتاعك. الفيديو بتاعك حابب ان انت تعمل له رينيم، حابب ان انا اسميه، او عملت فيديو كنت بلعب وحابه ان انا امسح الفيديو ده، او حابه ان انا اعمل منه دوبليكيت. العلامه اللي تحت البلس اللي فيها التلات نقط دي، التلات نقط دول اول ما هدوس عليهم هيديني اوبشن، يا اما هقول له رينيم، حبيت ان انا اسمي البروجكت بتاعي واسميه بالاسم اللي انا عايزاه، دوبليكيت يعني اعمل لي كوبي منه باسم مختلف، او لا ده انا كنت بلعب فاعمل لي ديليت، فاقدر ان انا اعمل رينيم او اقدر ان انا اعمل دوبليكيت او ان انا اقدر اعمل ديليت. طيب الايكون دي مكانها فين؟ هي الايكون اللي تحت بلس اللي هي الثلاث نقط دول، بحدد منهم الحاجه اللي انا عايزاها. طيب خلصت الفيديو بتاعي، بعد ما خلصت الفيديو بتاعي هلاحظ هنا ان انا عندي ايكونز فوق، هلاقي في تو ايكونز موجودين فوق. الايكون دي معناها فري فورم، والايكون دي معناها شير، خلاص انا خلصت المونتاج بتاعي شير. تحب بقى الفيديوهات بتاعتك دي تعمل فيها ايه؟ هو ده الجزء المهم اللي انا عايزاه. نمبر 1 سيف تو كاميرا رول. سيف تو كاميرا رول يعني سيف كل الصور بتاعتك او الفيديو اللي انت عامله على الموبايل بتاعك، او سيف تو كرييتيف كلاود. كلاود، سيب الفيديو بتاعك على الكلاود، او سيب حاجتك على الدروب بوكس، او ببلش اند شير، او ودي حاجتك لبريمير برو سي سي، او شير اون يوتيوب، او شير اون تويتر. يبقى انا عندي اختيارات كتيره جدا اقدر ان انا اسيف حاجتي. طيب ارجع اقول قبل ما اسيف حاجتي، انا في حاجه مهمه جدا، ان انا بعد ما صورت الفيديو بتاعي حبيت ان انا اقص منه، يعني وانا بصور بالموبايل اكيد في حاجات اكسترا زياده عايز اشيلها. لحد الان ان احنا لما قلنا له اوتوماتيك هو ما ادانيش اداه تخليني ان انا اقصقص في الصور بتاعتي او اقصقص في الفيديو بتاعي. يبقى قبل ما اعمل الخطوه دي، لو انت حبيت تعمل اديت على الفيديو بتاعك، يعني وانت مصور فيديو وفي اجزاء عايز تشيلها، في الحالة دي لازم نوديه على المرحلة الثانية اللي هي قبل شير، لازم نوديه على حاجة اسمها فري فورم. يبقى فري فورم معناها ايه؟ ان انا بعمل حاجة اسمها ترم. ترم يعني ايه؟ يعني قص الاجزاء الزيادة اللي انت مصورها بالموبايل. يبقى الايكون دي معناها حاجة اسمها فري فورم. تعال نشوف كده البيج بتاعت الفري فورم بتعمل ايه. صورت حاجة بالموبايل، دي البيج بتاعت فري فورم بتعمل لي كذا حاجة. صورت فيديو بالموبايل، ده الفيديو، والويف فورم ده هو الصوت بتاعي، انا مش عايزه الجزء اللي قبليه ولا الجزء اللي بعديه. السلايدر ده بحركه يمين وبحركه شمال، ده بعمل حاجه اسمها مارك ان، بحدد الجزء اللي انا عايزاه، وده بعمل حاجه اسمها مارك اوت، يعني هو ده كل الفيديو اللي انا مسجلاه، بس انا حابه من اول هنا لحد هنا. هو ده اللي حاجه اسمها ترم. ترم معناها ايه؟ يعني قص، يعني من وسط التسجيل الكتير اللي انت مسجله انا عايز الجمله من هنا لحد النهايه. يبقى دي نمبر 1 بعمل حاجه اسمها ترم. نمبر 2 الايكونز اللي موجوده تحت،
تعال نشوف بقى ايه العلامات اللي موجوده تحت. العلامه اللي شكل الدايره دي، العلامه اللي شكل الدايره دي هي عباره عن حاجه اسمها اللوك. اللوك يعني ايه؟ يعني انا عايزه اغير ثلاث حاجات: اكسبوجر، نسبه الاضاءه، الهايلايت افتح او اغمق، والشادو بتاعي. يعني بلعب في الصوره بتاعتي، بفتح او اغمق الصوره زي ما انا عايزه، طبعا صوره او فيديو. طيب الايكون اللي تحت اللي هي رقم 2 زي اللي فاتت بالظبط، اللي هي الصوت، اللي هي الميوزك بتاعتي. بس في فيتشر هنا زياده اللي هي ايه؟ نمبر 1 بلاي اوديو، المزيكا بتاعتي. فوليوم، اقدر ان انا اعلي الصوت او اوطي الصوت. الفيتشر دي ما كانتش موجوده في حاجه اسمها اوتوماتيك، عشان كده انا اخترت حاجه اسمها فري فورم، انا اللي اتحكم فيها. كمان في حاجه تانية فيها، في حاجه اسمها اوديو فيد ان واوديو فيد اوت. معناها ايه؟ صوت المزيكا في الاخر خالص يتفيد، يعني يوطى تدريجيا، واوديو فيد ان معناها يخش تدريجيا، الصوت هيخش من الواطي الى العالي تدريجيا، وبرضه في اخر المونتاج بتاع الفيديو بتاعي يخش المزيكا بتاعتي برضه من العالي الى واطي، اللي هي بعمل حاجه اسمها فيد ان وبعمل حاجه اسمها فيد اوت. الفيتشرز دي برضه ما كانتش موجوده في الاوتوماتيك بتاعتنا. طيب بعد ما عملنا تريم وغيرنا اللوك وغيرنا الاوديو، العلامه اللي تحت اللي شكل السلحفه اللي موجوده تحت هنا دي هي اللي بتحكم في السبيد، السبيد بتاعت عرض الفيديو بتاعي. السايدر ده لو حركته يمين او حركته شمال بيبطئ او يسرع الحاجه اللي انا عايزاها. الايكون الاخيره اللي موجوده هنا حاجه اسمها دوبليكيت او سبلت، يعني قصلي خلاص انا اوتوماتيك، خلاص انا قص خلاص الفيديو ده. دوبليكيت معناها ايه؟ خد نسخه من الفيديو دوت واوعى تبوظ الاصلي بتاعي. لكن لو قلت له حاجه اسمها سبلت ات بلاي هيد، لا هيقص اليمين ويقص الشمال ويحتفظ لي بالجزء الفيديو اللي انا اخترته فقط. يبقى هي دي كانت العلامات اللي موجوده. ارجع افكركم، ده اللوك اللي بيفتح او يغمق الصوره، الصوت بتحكم في المزيكا بتاعتي فيد ان وفيد اوت، السرعه مده عرض الفيديو بتاعي او الصور بتاعتي، دوبليكيت او سبلت يحتفظ بالفيديو الاصلي او يقص لي اليمين والشمال ويسيب الجزء اللي في النص. ارجع تاني بعد ما عملنا حاجه اسمها فري ترانسفورم، هنرجع للايكون الاخيره اللي هي فوق. شايفين الايكون دي؟ اي علامه واخد علامه الترس او الفوق معناها بروجكت سيتنجز. دي بقى علامه البروجكت سيتنجز. بعد ما خلصت الفيديو بتاعي او الكليب بتاعي، هو بيجي هنا يراجع معاك ايه اللي انت عامله. بيقول لك حاجه اسمها فيد ان فروم بلاك، يعني الفيديو بتاعك اللي انت عامل له مونتاج هيبتدي ان هو يفتح من بلاك. فيد اوت بلاك، بعد ما اخلص الفيديو بتاعي النهايه بتاعتي هيقفل كمان على بلاك اللي هو طبعا الاسود. كروس فيد بتوين كليب، ما بين النقله ما بين الكليب والكليب التاني حط لي حاجه اسمها كروس فيد. كروس فيد معناها ان هيبقى بيخرج من الكليبه دي بطريقه ناعمه ويخش على الكليبه التانيه بطريقه ناعمه تانيه. تحت هنا فوتو موشن، يعني يا ريت تعمل لي للصور بتاعتي بان ليفت بان رايت، زوم ان زوم اوت، يعني ابتدي اعمل لي للصور بتاعتي كمان حركه. طيب عندي تحت حاجه اسمها فيديو بامبر، فيديو بامبر يعني اعملي انترو او اعملي مقدمه للفيديو بتاعي. اما الووتر مارك انا طافياها لان انا مش عايزه لوجو البرنامج يبان على الفيديو اللي انا بعمل له مونتاج، لان انا هوديه طبعا لادوب بريمير برو. يبقى انا عملت ووتر مارك وطفيت الووتر مارك بتاعي. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا او خلصنا المونتاج بتاعنا. نيجي زي ما قلت لكم المرحله المهمه اللي عندي، ان انا حاجتي هعرضها ازاي. بعد ما تخلص المونتاج بتاعك يا اما احط حاجتي على الدروب بوكس، يا اما اقدر اعمل لها تويتر، يا اما على اليوتيوب، يا اما على الفوتو. خليني احكي على دول الاول وبعدين ارجع على الجزئيه اللي تحت. هفترض دلوقتي ان انا نازله اصور دلوقتي حدث حصل في الشارع، انا حصلت دلوقتي حادثه في الشارع او حصلت مظاهره في الشارع او حصلت حاجه مهمه جدا. طبعا اكيد ما بكونش نازله بالكاميرا بتاعتي اللي هي بروفيشنال، بس ممكن تكون معايا الموبايل. اول ما بيحصل حدث بسرعه جدا بننزل بسرعه جدا. الفكره كلها ان الحدث طبعا لازم يكون حصري، ان انا حالا ان انا في موقع الحدث لازم اصور اللي بيحصل. بطلع الموبايل بتاعي وبصور طبعا اللي بيحصل بتاعي. بتبقى محتاج ان انت تعمل اديت بسرعه. اديت بسرعه يعني ايه؟ يعني في اجزاء بالموبايل اتهزت منك يمين او شمال، او في اجزاء اكسترا عايز تشيلها. ببتدي ان انا اعمل الادت بتاعي على بريمير
كليب. بعد ما خلصت بسرعه جدا بتبقى عايز ترفعه على تويتر، ففي الحاله دي باجي اقول له حاجه اسمها شير اون تويتر علشان الناس كلها تشوف الحدث اللي انا بعمله حالا. ففي الحاله دي ان انت لو حصلت حاجه في الشارع او زي ما قلت لك ان انت مراسل صحفي، ما بتكونش نازل بالكاميرا بتاعتك، نازل بالموبايل بتعمل مونتاج على الموبايل وبترفع حالا حاجتك، يا اما على الفيسبوك، يا اما ترفع حاجتك على اليوتيوب، يا اما ترفع حاجتك على التويتر. يبقى انت كده يعني انت خدت حصري للحاجه بتاعتك بدل ما لسه هترجع بسرعه جدا البيت تعمل لها مونتاج. يبقى احنا عشان كده مهم جدا ان احنا نرفع حاجتنا على تويتر، نرفع حاجتنا على اليوتيوب بتاعنا، او ان احنا نخزن الفيديو بتاعنا على الدروب بوكس. نيجي بقى للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه لا، انا صورت الخبر بتاعي بالموبايل، بس انا زي ما قلت لكم انا بشتغل في قناه، فطبعا لازم الكواليتي بتاعتي تكون برودكاست كواليتي، لازم تكون الكواليتي بتاعتي كويسه جدا، ولازم ان انا حاجات اضافيه عايز اضيفها على التقرير بتاعي. بعمل مثلا عن مشكله ما، او بعمل تقرير عن موضوع معين، طبعا الموضوع اللي انا بعمله محتاجه فوتج زياده او محتاجه ماتيريال زياده اكون جايباها. في الحاله دي انا محتاجه الخبر اللي انا خدته وعملت مونتاج على الموبايل، عايزه ابتدي ان انا احطه على بريمير برو علشان ابتدي ان انا مثلا اعمله كالر كوركشن، او ان انا اضيف فيديوهات اضافيه حاجات موجودة على اللابتوب بتاعي. في الحالة دي يبقى أنا محتاجة إزاي حاجتي اللي موجودة على الموبايل اللي خلصت the first cut، first cut يعني خلصت المونتاج الأولي، عايز انقلها على برنامج more professional الناس بتستخدمه في النيوز، بتستخدمه طبعا في الأخبار، علشان ابتدي إن أنا أكمل الأدت بتاعي. في الحالة دي الخطوة المهمة جدا إزاي بعد ما خلصت من الموبايل أنقل حاجتي على بريمير برو. يبقى احنا دلوقتي عايزين نتعلم حاجتي بريمير برو والكلاودز بتاعنا. نيجي بقى على الستاب دي. يبقى انا الخطوة التانية اللي عايزة احكي عنها دلوقتي اللي هو حاجة اسمها كرييتيف كلاود. يبقى انا لما جيت قلت له دلوقتي قلت له ابلود الفيديو اللي انا خلصته، التقرير اللي انا خلصته اللي هو الفوتج الاساسية اللي انا عملت لها المونتاج بسرعة جدا، وابتدي اقول له حاجة اسمها كرييتيف كلاود. كرييتيف كلاود شكله ازاي؟ شكله الايكون لونها احمر. طيب حد حالا دلوقتي بيقول لي طب هو انا ليه انا ممكن استخدم الموبايل بتاعي؟ ساعات كتير جدا بنبقى ان احنا عايزين ناخد بايتات، انا دلوقتي موجوده في حفله او موجوده في مؤتمر وعايز اخد بايتس. خدوا بالكم ان احنا الموبايل كتير جدا بنسجل بيه الصوت بتاعنا، بنسجل بيه الصوت بتاع الحوار بتاعنا، او صوت التقرير، صوت الانترفيو اللي احنا بنعمله مع الناس، او خدت بيه بايتات. يبقى انا استخدمت الموبايل بتاعي ان انا خدت البايتس بتاعت الحدث بتاعي. يبقى البايتس دي بدات ان انا اشيل جزء الاكسترا اللي انا مش محتاجاه، وبعدين منتجته فيرست كات على بريمير. تعالوا بقى نبتدي ان احنا نحطه على الكلاود بتاعنا. تعالوا نشوف الورك فلو بتاعنا. يبقى اول خطوه احنا بنعمل، خدنا البايتس بتاعتي او خدنا الانترفيوهات بتاعتي، ببتدي نعمل لها اديت بالادوب كليب ان انا شلت الجزء الاكسترا بسرعه جدا. بعد كده هبتدي ان انا اعمل لها ابلود على حاجه اسمها كلاود. حد هيسالني هو ايه كلاود اساسا؟ هو ايه الكلاود اللي احنا بنحكي عليه؟ الكلاود ده عباره عن ايه؟ الكلاود ده اساسا هو وات از كرييتيف كلاود. عايزين نحكي ايه هو الكرييتيف كلاود. كرييتيف كلاود ده سوفت وير ادوب هي اللي عاملاه بتقدم فيه بعض الخدمات. ايه الخدمات اللي ادوب بتسمحها بتسمح بيها للناس؟ اول حاجه كرييتيف كلاود بيسمح لك ان انت عندك 20 جيجا اوف كلاود ستورج، يعني انت تقدر تخزن لغايه 20 جيجا على الكلاود. اعتقد ان هي مساحه تخزينيه عاليه جدا، نقدر ان احنا نسجل عليها بايتات كتيره جدا، يعني كل البايتس اللي احنا مسجلينها هنبتدي ان احنا نرفعها على الكلاود. ليه بقول بنرفعها على الكلاود؟ لاني اكيد ما عنديش سبيس على الموبايل ان اسجل كل الانترفيوهات دي. تاني حاجه الكلاود بيسمح لك بحاجه اسمها بيهانس. بيهانس ده ايه؟ بيهانس اللي احنا بنعرض فيه البروجكتس بتاعتنا اللي كنا بنعملها على الفوتوشوب، واللي بنعملها على الاستريتور، واللي بنعملها على موشن. يبقى هو بيقدم خدمتين، او نمبر 1 بيخليك تستخدم البرامج بتاعت ادوب، نمبر 2 بيخليك تستخدم تقدر ترفع لغايه 20 جيجا، تقدر كمان تستخدم بيهانس بتاعك اللي هي بنحط عليها الصور او الاعلانات بتاعتنا. يبقى احنا هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا هناخد حاجتنا اللي على الموبايل بنعمل لها اديت، بتروح على ادوب كليب، بنرفعها على الكلاود. الكلاود بيعمل ايه؟ بيحول حاجتي اللي هي اكس ام ال، بيحولها الى فورمات بيفهمها البريمير برو بتاعنا. طيب
يبقى احنا دلوقتي عايزين نعرف ان احنا ازاي هنودي حاجتنا من من ادوب كليب. خليني ابين الاسامي بس عشان الناس وهي بتعمل داونلود. بريمير كليب ده اللي احنا بننزله على الموبايل، بريمير برو ده اللي احنا بننزله على اللابتوب بتاعنا. الاثنين يا جماعه انتجريتد وذ ايتش اذر، الاثنين من ادوب، الاثنين بريمير، والوسيط اللي ما بينهم اللي هو كلاود. كلاود لازم تعمل اكونت عليه، لازم تعمل ساين ان، ولازم تعمل طبعا اكونت. الكلاود طبعا بفلوس، بس بفلوس قليله ممكن ان انت تشترك فيه. طيب ازاي اودي حاجتي على البريمير كليب؟ بتفتح طبعا على شير، ده اللي موجود على الموبايل، وبتقول له حاجه اسمها ادت ان بريمير برو. يبقى الايكون اللي هتوديني لبريمير برو هنقول له ادت ان بريمير برو. طيب بعد كده اروح فاتحه البريمير برو اللي موجود على الموبايل بتاعي. استقبل حاجتي ازاي؟ اول ما هتفتح بريمير هتلاقي فوق مكتوب فايل، وهنلاقي حاجه اسمها كونفرت بريمير كليب بروجكت. يبقى اول ما هتفتح اللابتوب بتاعك وتفتح بريمير برو سي سي هتختار حاجه اسمها فايل كونفرت بريمير برو بروجكت. هيفتح معاك البريمير بتاعك وهيتحول معاك كده ان انت هتقدر ان انت تشوف حاجتك عليه. اخر حاجه هحكي عليها قبل وقتنا ما يخلص، ان انت لو عندك حاجه على اليوتيوب وعايز تعدل عليها او تعمل عليها اديت بتستخدم حاجه اسمها ستوديو. الاستوديو ده بننزله منين؟ بننزله طبعا من ابل ستور او بننزله من بلاي ستور. يبقى اليوتيوب هي الحاجه اللي اقدر ارفع عليها حاجتي، اقدر كمان ان انا اعمل اديت حاجتي اللي موجوده على اليوتيوب، ان انا اقدر اغير الاسم بتاعها او اغير الثامنيل بتاعتها يعني الايكون بتاعتها عن طريق برنامج اسمه ستوديو. البرنامج ده اللي موجود على الموبايل او الموجود على التابلت. يبقى حاله النهارده كنا بنتكلم فيها ان احنا كتير جدا بنبقى نازلين مؤتمرات او بننزلين حدث ما حصل في الشارع بسرعه جدا، عايزين ان احنا نصوره، هنطلع الموبايل بتاعنا هنصور الفيديو بتاعنا هندخله على بريمير كليب. يا ريت يكون موجود عندكم طبعا على الموبايلات. انا بتكلم طبعا على الشخص اللي هو اللي بيكون مراسل صحفي، هيبتدي ان هو يعمل مونتاج لحاجته، يبتدي ان هو يشيل كل الاجزاء اللي هو ربش اللي هو مش عايزها. بعد كده بيقول له حاجه اسمها edit in Premiere Pro. اول ما هبيروح البيت هيبتدي ان هو يكمل المونتاج بتاعه اللي هو بدأه على الموبايل. او الحاجة التانية لو حابب ان هو عايز يرفع الخبر بسرعة جدا هيبعته على اليوتيوب او هيبعته على تويتر او هيبعته طبعا على الدروب بوكس ويبعته لاي شخص هو مهتم بيه. يبقى احنا خلصنا في حلقه النهارده ان احنا ممكن بالموبايل بتاعنا هنعمل مونتاج ونكمل بعد كده المونتاج بتاعنا عن طريق بريمير برو عشان يكون مور ادفانس. في الحاله دي طبعا بريمير برو اقدر اخرج بيها الكواليتي اللي هي برودكاست كواليتي، اقدر بعد كده احطها على شريط، اقدر بعد كده ارسلها للقناه زي ما انا عايزه طبعا لما اتعلمنا في البريمير برو. وشكرا والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.